وحالك ما مرمان أنت أنا إلوبين إن أنا كدر سن أم سليم رضي الله عنها حيا لو حين نقنشا كل جيم بقدوة وحاينا عنوان تهي وحا أن جعل هذه قورنا كهذا اللؤو محبة الله يا إلهي قفك محبة يشا دي قلبي يشا إقشو وحكست حبك إلهي أيو كهر مرنا يا حب الله با غالب كان نقول يا فترة دي يوم قرنا يشا سجيدي يا طبيعي وسمعنا قفك وسكبدل يا حبك إلهي بك غالب نقول يا مركا أم سليم رضي الله عنها قصة ذو وقصة عجيب لي وعبرة وين لي وكنت سنيسة مدى الرضا بقدر الله وعلى ما شيء خفك إنه قدرك إلهي أصبره قدر إلهي بكو يمد وحين نفت النعبتها بكو تمد وعلى قد انتي ولما شاء ذا أقوين دي واحد إنسان كسومرة إنه كصبره وقيب ما هي إنه رال بكون نقضه وكسي درنت وهو الرضا بقدر الله مركا قبل أسي وحي تصالة ونقطي أنت أمد نبي محمد كدن بيشوردن الرضا بما قسم الله الرضا بما قسم الله الرضا بقدر الله. أم سليم رضي الله عنه قصة هذا حتى رياض الصالحين كوتا الله وشو هذا مرتان أم علينا يا وحي هو يؤتهي أنس بن مالك رضي الله عنه وها خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيل تمن سنة النبي أخذ ما ورجس أفن إما أورنن ولقينا وحن سميي ما حد سمي سيما أورنن ولقينا وحن سمين حدات سمين لهي ما أورن رضي الله عنه سجى كشيكينه هو يدبو كشيكينه ولي بعرف ما خاص يعني دتك عادي قان هبونه بكشيكي يسي دين تلوقة قات أم سليم زوج كذا مركا أبو طلحة وها أبو طلحة رضي الله عنه وحب حي جهاد في سبيل الله نبي الراعي ويل ودلي أو أم سليم من أيد الشيء أو بكاء يونا تجي يركيو بكاء وتجي نبي الراعي صلى الله عليه وسلم مركا شو قدومين وصار نقدين وها عادوا وهيد نبي أصحاب تيسا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هذا شو نقدان ومدينة شو قلان والجورة يهبين تهاي ما أين وريها كمين هرم رجرين مدينة الدولات كذا إيش كاس يحن جيرين هبين كاس كذا في صبحي أي وريها دي كلا تجرين سيدي بعد عضي أبو طلحة هبين كي وسوه يدي وسويلي جورجي شو قارين أيا ويل كي ندنتي ويل كي أم سليمة هيدا الشيء بعد ندنتي يركي مركي أودنتي أم سليم أن أي أغاتي إن أبو طلحة وصو نقضي وجوغه وبرتب وصبحي قرقة إيمان دونه وارتب المركة وقوها الرئيسة داتكي قبله إيو جيران كي بيلا دردارنتي وحيت أبو طلحة ويلكي سدنتي يعني ليغو هرمرين قفك وشيغا أني وانو قوها الرئي وارنتا كوباد أرنتا لبادنا يادونا قرقية دي وهيغا جسي guri geeri taalo kamay digine guri gur ama aroos yaa lay ka dhigti wa iska fahmaysan baan u maray guri aroos bay ka dhigti gurigi way qurxisay shaxshax bay ka dhigtay ayadina shaxshax bay iska dhigtay shagaajisay magarati marka waxa meesha yaalana waa ilmihi ay dhashay أبير كذا قبل كملة أها ودنتي ودمشادو كوع صوبتهاي أيا قرية يالله قرية يالله حيكا دكتي
guri gabad aroosoho ninkeedii oo safar ka yimid ay ku soo dhaweeyneyso iyada gurigana hagaajisay iyaduna is hagaajisay maxay u jeedaa waa su'aal هل سويدي حي كوطا وحي كتا هي محبية كل قاعدة يرمها رقي دمر كده حي وجعيل يرمها وقبت مياه جوابته هو مايا لأن مصيبة هي ستة كل عدى المهدي لنتي بوحك استكوين لكن وجدك لا كلا ذي وجدك لا ذي وحوي قدر كإلهي يمد رالب كتا هي لكن وحربت هذا أنا إلهي إني تصيصه الله هنا أمو جسو إن رالك كتاي ما هو يكسبرت ما إن رالك كتاي منتهى الرضا كتاي نل شديد أي سيدي ماشي كوضته سيدي عادي قاهنجرتي قبر نكدي قبي ومقنع أو يمد عاد وحاين قروي نهجا جسو يدنا سهجا جسو هوش هالك كده ماتو سيدي بيكودي dadkiina way la dardaarantay waxay tiri Abu Talha ayaa loo sheegin Abu Talha gurigi markii uu yimid oo uu soo hoyday abeenki soo hoyday ee uu guriga yimid wani habeen bay ahayd laana maalintii maalinimadii way soo gaareen gurigi ee masajidka amadeedna waa la sheegay saasi uu guriga uu yimid Abu Talha de gurigiisii oo iska nabad uu yimid oo ma aragtay oo hagaagsan oo quruxsan oo ma kumu shakinin إن واحد بات أي جيران لكن ويل كي شو بكو أجايو وحوي ويديي حاس كيسيوف أم سليم من وحوي ويديي كيف ولدي ويل كي يجي سن نقضي إلا شو بكو كتري مركز أي وجواب تو واحد تري هو أسكن ما يكون هذا أمبو وجود جناش بدنيه هذا أمبو وجود جنيه مركز يدو بين نمي شيغين او ورنتيد او قف نول يا قف دنتي اسكو دغناشه ما قف كدنتي با كدغناشه بدن كان نول وا دغدغاقيا لكن كان دنتي دي وا دغن يحي يدو تاسي كودا معنى كلو اسكو فهمي او هو اسكن ما يكون يعني هادو او عافي ما قبا او سو عافي ما يعني هادو او رويا بو وأز أذو ويدو تلا حد وقرن يعني حد وقرن محله فهم يعني وعف ماذا بس خلاص مرة أساس تاعي أو شيء يسيبوا سكوتي عشاء وكان توسك عشاي دار أنت عادي قاها جرتي كده حين جرتي ني حاس كيس سخبا يا ماشي كده عادي لأن مرنا ما وح ولا أنا ماينا تصين وح ما قرنا يسا ما أنا مو ندري من طب هذا نسيني عادي قاها جرتي أيه ما ركتي حاس كيسي لا كل مي هبين كينا هوشي مركي أيضا ماتي أي لا هذا الشيء أبو طلحة لا هذا الشيء وحيث أبو طلحة وحن كويدينا يا سؤال هاي غير هذا غير وحكة له كعاريستان عارية ذو حلا لها وحاجة كان هذا موبايل كان له ونراه عارية أو أنكا قاتو مدو سقى إسكالة لمدة ده سنة سنة إياه حاجة أنكو جودنا إياه مركا عارية وأنا جيجوية حاجة مها مكان أقضي وكان مقاضنا وا مثال له وايا مركا نكي موبايل كلاها إسكا لها أيا وحي جوية دي إيشو علي إن ألعبت هذي إيشي مركو سايرة ميان حقو له مركا إنا نانوغو أنو ديدوني رامايا بابور بويرة بابور كان مالك 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 كوغارة أما مالك كوغارة سي وسي ماغا مالك بحان تالي ماما نكي بابور كلاه بايرة بابور كي سي مو ديدي كرام مايا تاسم فهمينا والحيث رأيت رير هذا رير كلا وحكا عاريستان ورير كي لها إدها نلافتيني نسيه كوي عاري يستي حق مي أوليهين إن دهان إذن مسينينو جوابتي سكا جوابو حوير مايا هذا بو حيتيري ويل كاغي يا اسكلها الله اللي هي لها باعشري مو ديري كرنا ومايا
إذن فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك معنيه سواء محي يعني سقوت لي وقال له لها مركو عاري نواها عاري نواها نقمان اللهين يعني لما هذا الشيء هذا ما له دواء إلهي با إسكالي عاري وفوية هاي هدو دونو كاعشنية سقا إسكالي ملكي قيل سقا لموفت مركا قال له لها با عشده أجر كيسو سوكو نافين واي معناها هدي آد سبري ويدو أجر با كو نافين لك مرنا مصور نغونا هاي كيل هبا قاتي لكن هذا أجر كيسو كو نافين فاحتسب ابنك معناه ذو تاوى مركا أبو طلحة وإشحان أجي وحويري تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني وإشككي ديسي إلى أن وحكا قصي وفهمي سيني ذلك وحبا إن الذين سيف شرع أم باني يعني وإشككي ديسي إلى أن وحكا قصي مركا سأكدي بالمهي قيد انتهى هذا إي شيء سامع مركا سيتير وركا كبحوه أردو علمها سؤاس المهي سيدي والغواسي أبو طلحة رضي الله عنه أرنتي إياذا هيد ونبقى وشيغي صلى الله عليه وسلم نبقى أرنتي هاد بوغو فرحي وحكو فرحي مستوها إيمان كيدا قبل داس إيمان كيدا ماشي وجوغو أيو كفر حيو نبقى إلهي بوجع ربي يسو جعلي هاي ربي يسعد جعلنا وجعلي هاي قبل داس نوحي ساوسا ميسين جعيل إيانينا كأهين حب الله إيه إني تستو إلهي منتهى الرضا إني قادي إني ساوسا ميشو أوقي هاي تبدأ الدعاء النبي ما ماشي كرد حذي وحيو لأبو طلحة أعرستم الليلة حالي أروس ما سميسين وهذا المفهوم أواي وهذا لفهم كرو دتك النواوين حاسس كلا فهمك وكلا نذكر يريرك أشياء أعرستم الليلة قال نعم ها وحيو بارك الله في ليلتكما أبينك الناس الله يدين بركيو إلى هوا بركيو وحا أوركيدي كوكون تمي المبركي سن ودعا النبي كل عضي نبي ونوحسا ويالي حبك أي ربك أولي ضحي جعيل وجعلي هاي يماشى التسليم كيدا أي قادي يا ضوبة كقياس وهل أرنكرا وأنا معقول أرنتني إني إنك سورتودو وتيرك هذه قر واكد جلد بدني هنا واكاد أدقي هنا مصائبته تمرك واكد هذا أدقي أنت وحي كد حظي ووقفك دمركها دمر هذه ما وإلمها هو يديس وفلذة كبدها وقبل يرى بيرك هذا وود انتي قري قويا لا قري هنا أروس بيك دكتي إيجاري كما يدقن أنا هو منتهى الرضا في محبة الله عز وجل وحي هلك أي برتي وأي اتصالة أسميسي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة يعني جنسي قيادة أو دمركة إلى يوم الدين أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثال أروع مثل أي اتصالة نقطه للتسليم لقضاء الله لذلك مركو إلهي وأماني ذاتك مصيبة أي كل عضو أي وحا أي كدنتان ذاتك هذا مغش إنا لله وإنا إليه راجعون محاد مركي بكوسو بوداي حكوسو بوداي إن واحد انتان سوما إنا لله وإنا إليه راجعون لكن إنا لله وإنا إليه راجعون معناه لمعيته وحاسك آخر نيسيد ما إنا لله معناه ذو إنا نقول لله إله بانا له وإله بانا له وإن أنه إليه إسحق إسان راجعون أنقونينا مركا أرين أو غريب ما هو أرين عادية عادي وامحي ديكي وحلاهين وحيسي عشدو كاددتك أجعلي باك هادنتي مركا أنا كيل هبا عشدي ما هما وأرين عادية وي مركا وتسليم تتكاسو مركي إله أماني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك كواس عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات يا رحمات يا نحريس يا وناك وحق الله يا دشو ذاهات كوة نسلنا وكوة وكو إلهي وأمانه أم سليم رضي الله عنها أوركي أيها بنك هيالتي
مركي سقال بلود مريسو أيا وحاسو بحي هدنا في سبيل الله كرين لو بحو وجهاد لو بحو أبو طلحنا ولقو قري جيش كائن وكاقيا قيب قالوا نبي أنا أرعى عليه الصلاة والسلام ولقينا النبي كما هرجرنا دو بحو والله بحاد والله سوى نغضا والله سوى نغضا وحيتين مركان أنو كاهر مايو وأكل جرا سقال بلود أورا هدنا وحيتين جهاد كان لو صعدوا كما هرأي وأكل جرا وإرعى شاهد كيف يرعى مركي صور ماذا جهاد كي صور ماذا أو أي صور نقدين أو أي مدينة تلات كذا هبين كأي أنتي بريان أي بريت أي شو قلايان أي فوشي قبتي المهي إني أمشو مركي أي فوشي أي قبتي أيو ذي جيش كينا وادريري صبحي باي هاي صبحي وادريرين نبي أصحاب تيسي مدينة الله دريري أبو طلحة إسلام تيسي بقهري وفولة مركاشو إلهي لها الله على قوينا دت كان يربي وتكرد حيا الله رب العالمين وبري وحول إلهي ودكتهي إن أن جعلهي نبي صلى الله عليه وسلم مركا مدينة كبحينا إن أن كبح ومركو قلينا إن أن قلو يعني حتى ما مصيبة الدنيا هي ستما وحكح يهي نبي صلى الله عليه وسلم مدينة قلينا وسقونا لقلين مركا وانا دركتها دف كان يقبصدي ما انت كلمه دا دعاء ودعيت افكي سكما دمانن الا الى حنوك فوشها وكدل قاضي ام سليم وحي تري يا ابا طلحه لقد ذهب عني الذي كنت اجد المك يا نبرك هي فوشها واي تغي ان نقاجي اسعن الى هو كدل قاضي وانا قاجين مدينه لقلي الحمد لله مركي غرغدي تكتي أيا ويل بي أمو شيء ويل كينا فيري قبرداس يعني سبحان الله يعني مدى يعني حبها لله ورسوله أنا سو ويل كذا أي حيو ترك هذا أنا سو ويل كان حضر الشيء والله علوشيسا وحكه الرينيا عن روفت النبي مجرته جي والنبي أو جي والنبي لا عاكسي عن روفتيس علوشيسا وحوه الرينيا قرها النقضه هو يكفي عن ماذا ركتين يا أنس ولالكي سيارة بسوح مباري نبي أوكيني نبي صلى الله عليه وسلم دعا دي سابة أهر مرتين نفتي سوساري تحنيك وحل إلى أبو أسمي وتمر بو نبي صلى الله عليه وسلم أنتو على جيي عن روفتي سي بركي سنيد يضو أي لاذا هاي أيو أفكا لن حلق أود جيي الكوح الكوخ كروغه ملي دان حلقو او دجي ماركا و مود مود صدي وخي اوغو هريي علوشيسا غالي وخه نوقدي يعني عنوف نبيغه اي بركيسنيد صلى الله عليه واله وسلم اسلام ماركينا عبد الله بو مغعيشنا او بخيي وسماه عبد الله نينكا حديثكا روينيا وخه ييري لقد رايت حان اركي تسعة سغال من أولاد عبد الله ويلكاس عبد الله آه مركا النبي قد أبتو كوهي النبي قد تحنيق أسمي ويلكاس سقالوا للي أو كلهم قد قرأوا القرآن قرآن كوهذا أغريبا ننهيك كو أركيبي ننكا راويقا هذا أفرسو جيلكاسي مركا أوليه قرأوا القرآن وحوين أكتو ذكت قرآن كأقرين معنا قرآن كحفظين يعني حفاظة حافظ القرآن أكتو ذا وحوين بوكاها ماها يعني سيدا أنه كان حافظ حافظ سك حافظ قرآن كالحفظين أكتو ذا وكلوين يهي يعني وشاهدوين كان هدى دادكو أي شك شيكان لسما بي اج دي ميا ليلة دكتورا عربتو لها دكتورا بي اج دي ودختر نماء أما بهاشي كلا إنجينير نماء أما كذا سيدتك أكتوه وويهن سيكوين بي ولوينيد يعني قرآن كحفظيين قرآن كقفك حفظيين وكلوينيد أكتوه وحونكوها لي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي أنا محا أساسوها وأسألوها أم سليم رضي الله عنه حبها لله ولرسوله شيء كأن كسو تلقى لي ما أهين
ولكن شيخنا العجيب ما دام او كشيكيني صحابيات او حيال اياب لو كسو شيكي ايا وحالي تاسنا بل قدر صدا سلسلة دا ذهبية هيدين سعوتي قدر صدا او ان شاء الله تعالى تصالها نوضا نقطو ادون كان انت اللي جوه مصائب ايو مشاكل لغمار بما يو الهي باكوتالا قلي الله رب العالمين دي الدنيا هذه نقول لها بلا مصيبه نقول لها دي جنده الا ترتمي لها مرك الهي من رب وح جنده الله ترتمى وح جنده الله ترتمى ما دونايو دارتن والدنيا ليلى الهي اكتيشا وي حنتهي يعني الهي اكتيشا وي كعاينتهي كما امانا الهي اكتيشا مركان ليه هنا يعني كيلها بنكوضا انت كلام ارتبان وكنا هاي وانا مد وانا كتري دونا لكن كيلها اي ملكي قال لها ما امان قران كسوب الله قران من اوله الى اخره افعال بك كلمات دارتان ان جوجنا الدنيا بالليله الدنيا صومالي الدنيا ام بالليله الدنيا لما عيك لو بطن وكل جيت عايله اذا اهنا ويلاد هاي عاجله تي دق دق تبضنيت والليله أولى تيه الرئيسي مدن بينيسو وحيالا بدن معيال نوع عاسا ولاذا قرآن كمن أوله إلى آخره هذا أغرده هل كريمه وإلهي أدوني ذاكو أمانيكو مجرته ما فيه ملأ وكيلها هذا كده جيسان ميشي جون يفون بني فلان كمان ده جيسان يشي لأنهم مرتي وي وي مدين وانا كتري دوران لكن واحد كان يشين يشاكي لها رب العالمين الدنيا لها ما هو سنة أمان ملء كشي قرآنك أو أنا يعني عبت هذا إيو تحذير من الناس إذا ودي قد إذا أوسن دبدي إن ما بطالبا ما بيال الدنيا في عن ملكم بجرتبا مربرك قاركي ومجرد أو دنكلا على قليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة مرك الدنيا لما صفينا إيه إلهي الدنيا حسنة نغسي وحونا حسنة نغسي وفي الآخرة حسنة آخرنا حسنة نغسي وقنا عذاب النار للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة مرك أيضا صفات اللي ما جاءت تتكون وناكسنا هذه إنه لو ناجين دونه ونلشه ذا دونك إلهي وناجين دونه أي إلهي كهضي وذاتك أعماشه وناكسن ليمد إلهي وحو أبلاً قادي الدنيا ذن سيدا أولا اللي عايشان أكتسا ساوغا عايان حدنا إنو نرول في عن كنو ليو وأبلاً قاد ومن الله تعالى جل جلاله هذا أركتان قف الدنيا ريسو أي كهلو ذي أما كحماتي آخر ذي ساحل ليسان لغا ما يابو لغا ما يابو ما ندعي كرتو إن آخر ذا إنسان إنسان ننها هذا ناك ها هاتو دلني يرى ها هادو ننقبب ها هادو قف الدنيا دو كهال لو ذي هدا دركتان آخر ذي سهال ليس لغم ياب إن آخر انت هقاكتو الدنيا دو أي كا حماتا ما بدع كرتبا ومستحيل يعني وحا أباهنون إن لف إن لأقادو معنى وحا دي كرتها ضيب أو قفكو سكو صالحو مؤمنا سو أدونك لغم ابتلين كرو سو مجرن كرو سو فقير منا ها لكن إلهي وحوك هذا بلن قاضي دبك استوى دنيا دفوق يمادا إنه أذور دبك كجلا هذا نكون نجي هذا أم سليم رضي الله عنها دبك هو ينابا قاري لأن دي ما شاد دبات هذا دنيا دوا بلن تاي لكن ما شو ضم بيسا دبك هو وين وغيري وحكس ضم بي مجرو لوك بوك جابي قعم بوك جابي ومرك عدي وجردي وكني وحاصر دن و geerida ugu dambeysay meesha ugu dambeysay ee insaanku gaaray waa dhimasho marka meeshi ugu dambeysay markay gaadhay manolol fiican bay gashay mise nololti ugu wanaagsanayd bay gashay iyadoo geeri ku jirta ayay hadana nololti ugu wanaagsanayd ilaahay ku nooleeyay oo rida uu siiyay oo maxabbada ilaahay intii ka qaalib noqotay musiibadii ay walidaalika ducada markaan nabiga ducadiisa mashhuurka ah ee uu nabada baray ويري ما ليري مجلس مجرى ونبي وككع إلا دعاء سدعي سنجري
محاك جرى ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يعني إلهي اقسم لنا نوقي بأنسي من طاعتك ما تبلغنا به جنتك وحجنا ذا نقو قرسيس. ومن اليقين بهو حكو جرثي ما تهون به علينا مصائب الدنيا. مصائب الدنيا إلهه نقو أصيبا مده النبي ولقنا مؤران إله الدنيا ذا يلا نقو أصيبا مؤران محايا إلهي أبو ريبا أغوط لقلي إن مصيبة إن قطو مرنبة مصيبة الآن إيسان أهان. لكن محو إلهي كبري إنه إله يقين سيو أفض ذيسة وهين قدكته مصائب الدنيا. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.